بس ليش لاكشمي كمان جهزتي تيابي لألبسهم؟ أوه ليش كل هاد؟ ما بصير هيك، لازم بعد عن لاكشمي هالكم يوم، رح يكون صعب علي كتير إني شو؟ شو هو الشيء الصعب؟ شو هاد اللي عم يصير معي؟ من شوي حكيت معه بجوز يكون على الطريق عم بيسوق. شنكار؟ ايه أنسي؟ قهوة لإلي ولا ريشي إذا بتريد. حاضر. عمال القهوة اللي بيحبها ريشي. طيب. مرت أخي كيران وصلت، خليها تجي. كيران ليش لساتك برا؟ تعالي فوتي. ايه مرحبا نيلام. أهلين كيران. شبكي أنت منيحة؟ تعالي تفضلي قعدي. تعالي فوتي تفضلي. شوفي خبريني صاير معك شي؟ لا أنا ولا كريش ما عنا فكرة. شوفي كتير توترت مبارح، احكي نيلام شو الموضوع؟ الحقيقة ابني ريشي بيحب بنتك ماليشكا لدرجة مو طبيعية. ايه بعرف، بس الحقيقة كلنا منعرف هالشي، انه ماليشكا وريشي بيحبوا بعضهم، هن الاثنين بيحبوا بعضهم كتير، كلنا منعرف هالشي. حقيقة من يومين بس بعد نقاش كتير طويل قال ريشي انه هو بيحبها لماليشكا كتير. لكن شو القصة؟ ما عم افهم شو المشكلة بهي الشغلة. مرت اخي انت مو قلتيلي انه ماليشكا بتحبه كتير لريشي؟ بس هي رح تتزوج فيراج، وكمان ريشي بيحب ماليشكا، بس هو متزوج من لاكشمي. هو مع لاكشمي لأنه أنا هيك بدي. هو موجود مع لاكشمي بسببي، ما بيقدر يخلف بوعده لإلي بنوب، لهيك رح يكون زوجة للاكشمي لمدة سنة مشاني أنا. بس هالشي مو عاجبه، هو عم يزعل كتير، ما بقدر شوف ابني زعلان ومزعوج هيك. وقت باركت لماليشكا لأنها رح تتزوج فيراج ضل ساكت، هو ما حكى ولا كلمة، خبى زعله بقلبه. ريشي بيكون ابني وهو ابن منيح كتير، وأنا شو هالأم هاي؟ هالأم ما حاولت ولا مرة إنه تدافع عن حبه، كان لازم حاول. كيران أنا بدي أحكي معي مشان تحكي مع ماليشكا وتخليها تفهم. طلبي منها إنه ما تقبل تتزوج فيراج، مثل ما عم قلك أنا بوعدك هلأ إنه بعد سنة ابني ريشي رح يتزوج من بنتك ماليشكا. أنا بضمن لك هالشي بصراحة، هذا كل شي بقدر أعمله.